من ناحية تانية دكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قررت حظر دخول العقاقير المخدرة اللي منتشرة بين الشباب من بينها الفودو والستروكس واللي بتعرف بالحشيش الصناعي. واسمحوا لنا مشاهدي الكرام، بينضم لي عبر الهاتف الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان. يا دكتور عمرو، أهلا وسهلا بيك يا فندم، مشرفني. تحياتي يا فندم، أهلا أهلا وسهلا وسهلا بيك. بحضرتك. الفودو والستروكس الآن أصبحوا من المحظورات في بلدنا، مش اتأخرنا شوية؟ طبعا أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، بس ده متأخرين فيه كتير. يعني الحقيقة هي خطوة مهمة جدا تمت من خلال إجراءات اللجنة الثلاثية. اللجنة الثلاثية الحقيقة فيها وزارة الصحة، فيها وزارة العدل، فيها وزارة الداخلية. طبعا يعني إدراج المواد المخدرة بتاخد إجراءات، وإجراءات مهمة جدا ودراسة من خلال الطب الشرعي، ولكن هي خطوة مهمة جدا. عايز أقول لحضرتك إن مخدر الاستروكس يمكن من المخدرات اللي إحنا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان راصدينها وراصدين تصاعدها بشكل كبير. يعني كان السنة اللي فاتت كان نسبة الاستروكس من إجمالي مرضى المتقدمين للعلاج كانت 4.5%. أول 7 شهور في خلال عام 2018 وصلت ل 25%، يا نهار وبالتالي أبيض، هي خطوة مهمة جدا قامت بيها وزارة الصحة وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية. كمان يعني يمكن اللي يعني بيخلي الموضوع أكثر تعقيدا إن معظم مرضى مخدر استروكس أو متعاطين مخدر استروكس بالفعل عمريا من 15 ل 20 سنة، وبالتالي تدني سن التعاطي الحقيقة بيسبب إشكالية أكبر لهذا دكتور المخدر عمرو، اللي أي دكتور فندم. عمرو، حضرتك صدمتني بحاجتين دلوقتي، برقمين، ان النسبه المتعاطين للاستروكس من 15 ل 20 سنه. تخيل حضرتك ان طفل عنده 15 سنه بيتعاطى الاستروكس، والخبر الثاني ان السنه اللي فاتت كان نسبه اللي بيتعاطوا الاستروكس 4.5%، ووصلوا في بدايه السنه دي ل 25%، فتغير كبير للغايه، ارقام صادمه. انا بتكلم 4.5% من اجمالي المتعاطين كانوا بيتعاطوا الاستروكس، السنه دي 25% من اجمالي المتعاطين بيتعاطوا الاستروكس، فده بيقول ان في ازدياد على تعاطي الاستروكس. وزي ما انا بقول لحضرتك طبعا ان موضوع تدني سن التعاطي بالنسبه لنا بشكل عام خطير جدا، ولكن في مخدر الاستروكس تحديدا بيعتبر يمكن من التحديات الضخمه. اعتقد ان الخطوه اللي تمت ب يعني ادراج يعني بعض المواد اللي بتدخل في الاستروكس داخل جدول المخدرات دي بالنسبه لنا خطوه مهمه جدا، هتساعد بشكل كبير على يعني خفض العرض على هذا المخدر او التجاره في هذا المخدر بشكل او باخر، بخبرة ولكن حضرتك يا دكتور مهم عمرو، جدا بخبرة ان احنا حضرتك، احنا في بداية ناكد السنة، على اي كان فندم. في اسمح ال حضرتك 25%. بخبرة حضرتك، احنا في نهاية السنة، احنا في شهر 9، ممكن نكون وصلنا لكام؟ هل ممكن نكون وصلنا ل 40 50%؟ لا، أنا من خبرتي الحقيقة إن القرار اللي اتاخد هو قرار سليم وهيساهم بشكل أو بآخر في انحسار هذه النسبة. ويمكن إحنا ابتدينا نتحرك بشكل كبير على افتتاح عيادات لعلاج المراهقين من مخدر الاستروكس تحديدا ومن المخدرات بشكل عام، لأن إحنا بنعاني في هذه الفترة من تدني سن التعاطي. هو يا فندم الاستروكس ده بيكون عبارة عن ايه؟ يعني هل بيكون مادة عطرية بتتحط على هي مادة كيميائية بتترش على الأعشاب وإحنا على بنطلق الأعشاب؟ عليها الحشيش الصناعي، لكن يمكن إحنا بنعتبر إن تأثيراته أخطر بكتير من الحشيش الطبيعي، يمكن بتصل ل 100 ضعف من الحشيش الطبيعي. طب نقول برضه إحنا يعني ما زلنا تأثيراته يا فندم مع بنأكد حضرتك، علشان حتى اللي بنأكد بيسمعونا، أي فن تأثيراته يعني حضرتك ممكن تقول لنا تأثيراته علشان حتى اللي تأثيراته بيسمعونا بالتأكيد يتنبهوا. على مستوى يعني الوظائف العضوية تأثيرات خطيرة جدا. يعني الحقيقة تأثيراته على الكبد، تأثيراته على الكلى، تأثيراته على الجهاز التنفسي تأثيرات خطيرة، ولكن التأثيرات الأكبر دايما بتكون في الأمراض النفسية كمان والتغيرات السلوكية اللي بيعملها والهلوسة اللي بتصاحب هذا المخدر. الحقيقة هو بيصاحبه انفصال كامل على الواقع، ودي بالنسبة لنا يعني من أهم العلامات اللي احنا بنشوفها
على متعاطي مخدر الاستروكس. هل لا قدر الله الفلاكة دخلت مصر ولا لسه الحمد لله ما فيش فلاكة في مصر؟ وفقا لتأكيدات وزارة الداخلية ما فيش هذا المخدر، مش موجود، ما دخلش مصر، والحقيقة لم بيحول الناس نرصده على لزومبي، حاجة الإطلاق في بشعة. أي مستشفى تابعة للخط الساخن أو شريكة مع الخط الساخن. ربنا يحمي شبابنا بالتأكيد. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان، جزيل الشكر يا فندم.